أهلا بكم أصدقائي في هذا الفيديو الجديد الذي سوف نعود من خلاله لنتحدث عن تحديثات الأندرويد. في القائمة نجد هواتف من شركة ريلمي ونوكيا وشاومي وسامسونج. ابقوا معنا حتى آخر الفيديو ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس. نبدأ أولا بريمي الذي حصل على حصة الأسد من التحديثات الخاصة بالأندرويد 11. أصدرت ريلمي الأسبوع الماضي التحديث الثابت ريلمي UI 2.0 المستند إلى أندرويد 11 لنارزو 30 برو 5G، والآن هو نارزو 30A الذي يتذوق أحدث إصدار من أندرويد المخصص من ريلمي. يتلقى نارزو 30A تحديث ريلمي UI 2.0 المستند إلى نظام أندرويد 11. يأتي التحديث مع واجهة مستخدم محدثة وميزات أندرويد 11 بما في ذلك سجل الإشعارات وفقاعة الدردشة والأذنات لمرة واحدة وثلاث أنماط دارك مود. يأتي البرنامج الثابت الجديد برقم الإصدار التالي، ويجب أن يقوم هاتفك الذكي بتشغيل البرنامج الثابت التالي لتلقي تحديث ريلمي UI 2.0. تجدر الإشارة أيضا إلى أن التحديث يتم نشره حاليا في الهند لعدد محدود من المستخدمين، وسيبدأ طرح أوسع في غضون أيام قليلة إذا لم يتم العثور على أخطاء. تلقى الريلمي سي 3 إصدارا تجريبيا من أندرويد 11 في الهند في يوليو، والآن يبدو أنه تمت تسوية جميع مكامن الخلل وأن الهاتف جاهز لإصدار الإصدار المستقر، ويبدو أنه سيتم طرحه على الهواتف في الهند التي تم تثبيت الإصدار التجريبي منها أولا. من المفترض بعد بضعة أيام أو أسوأ سيناريو أسابيع إذا لم يتم العثور على أخطاء، فسيتم إصدار أوسع وسيصل إلى أجهزة سي 3 الموجودة في جميع أنحاء العالم. يتلقى الريلمي سي 3 الآن تحديث أندرويد 11 في الهند. تم تسمية الإصدار الجديد بالشكل التالي. وبالنسبة للأشخاص الذين كانوا في السابق في الإصدار التجريبي، فإنه يصل عن طريق ملف حجمه 128 ميجا بايت. مقارنة بالنسخة التجريبية فهو يحسن الأداء ويحسن الاستقرار ويصلح المشكلات المعروفة. إذا لم تكن صبورا فيمكنك الحصول على الريلمي سي 3 والانتقال إلى الإعدادات تحديث البرنامج للتحقق يدويا مما إذا كان الإصدار الجديد متاحا لك. الآن مع تحديث آخر للريلمي، فبعد تحديث ريلمي X7 Pro يأتي الآن الدور على X7 الذي يتلقى تحديث ريلمي UI 2 المستند إلى أندرويد 11. تجلب البرامج الثابتة الجديدة واجهة مستخدم محدثة إلى الريلمي X7، وستحصل أيضا على الأشياء الجيدة المعتادة بما في ذلك الأذنات لمرة واحدة وفقاعة الدردشة والسجل الإشعارات والوضع المظلم بثلاث أنماط. يتم طرح تحديث ريلمي UI 2.0 الخاص بـ X7 حاليا لعدد محدود من المستخدمين، وسيبدأ طرح أوسع في غضون أيام قليلة إذا لم يتم العثور على أخطاء. يأتي البرنامج الثابت الجديد مع الإصدار التالي، ويجب أن يقوم جهازك بتشغيل البرنامج الثابت التالي لتلقي تحديث ريلمي UI 2.0. الآن مع هاتف آخر من ريلمي وهو نارزو 30 برو 5G الذي تم الإعلان عنه في فبراير مع ريلمي UI 1.0 المستند إلى أندرويد 10. هذا الهاتف الذي تم ترقيته مؤخراً مع البنية المستقرة للريلمي UI 2.0 التي تعتمد على أندرويد 11، يجلب التحديث الجديد واجهة مستخدم محدثة إلى نارزو 30 برو 5G إلى جانب ميزات ريلمي UI 2.0 وأندرويد 11 المعتادة بما في ذلك فقاعة الدردشة وسجل الإشعارات والأذنات لمرة واحدة وثلاث أنماط دارك مود. حصل الريلمي سي 15 كوالكوم إديشن على البنية المستقرة للريلمي UI 2.0 المستندة إلى أندرويد 11 في وقت سابق من هذا الشهر، والآن هو البديل الذي يعمل بتقنية هيليو جي 35 الذي يتذوق أحدث إصدار من أندرويد المخصص من ريلمي.
أصدرت ريلمي أيضاً ريلمي يو آي 2.0 للسي 12، وتغيير التحديثات لكلا الهواتف الذكية هو نفسه. ستحصل على واجهة مستخدم جديدة جنباً إلى جنب مع الأشياء الجيدة المعتادة في أندرويد 11 والريلمي يو آي 2.0، بما في ذلك سجل الإشعارات وفقاعة الدردشة والأذونات لمرة واحدة وثلاث أنماط داك مود. يحتوي البرنامج الثابت الجديد للسي 12 على رقم الإصدار التالي، ويحتوي سي 15 على الإصدار التالي. يتم حاليا نشر تحديثات كلا الهاتفين في الهند لعدد محدود من المستخدمين، وسيبدأ طرح أوسع في غضون أيام قليلة إذا لم يتم العثور على أخطاء. ننتقل الآن إلى جديد نوكيا. قامت HMD أخيرا بزرع أندرويد 11 على هاتفها الذكي نوكيا 5.3 بعدما يقرب من عام من إعلان الهاتف، وقبل شهر فقط من بدء تشغيل أندرويد 12. تشمل الموجة الأولى من البلدان التي تتلقى التحديث كمبوديا وهونغ كونغ والهند وإندونيسيا واللاوس وماكاو وماليزيا ونيبال وسريلانكا وسويسرا وتايوان وفيتنام. ستقوم HMD بطرح التحديث إلى 30% من الأسواق المعتمدة على الفور، ثم إلى 50% بحلول أواخر أغسطس، والقائمة الكاملة كذلك. ستتم إضافة المزيد من المناطق في الأسابيع المقبلة. يصل حجم التحديث 1.67 جيجا بايت، ويجلب تصحيح الأمان لشهر يونيو. يمكنك الحصول على مزايا أندرويد 11 القياسية، بما في ذلك فقاعة الدردشة والأذونات لمرة واحدة، وعناصر التحكم في الوسائط في ظل الإشعارات، وتبديل الخصوصية المحدث. هاتف آخر من نوكيا يتلقى التحديث وهو نوكيا 1.3. هذا التحديث الذي ظهر لأول مرة في أستراليا سوف يكون متاحا فيما بعد بنسبة 100% في جميع أنحاء العالم. نمر الآن إلى شاومي. تمضي شركة شاومي في تحديثها إلى الميو آي 12.5، وأحدث هاتف يتم تكريمه بهذا الإصدار هو المي 9 في أوروبا. إنه في الواقع احتفال مزدوج لمالكي مي 9، لأنه ليس فقط حصول الهاتف على الميو آي 12.5، ولكن إصدار أندرويد الأساسي قد تغير أيضاً، حيث قفز من أندرويد 10 إلى أندرويد 11. يصل حجم التحديث 2.4 جيجا بايت، لذلك إذا كنت تستخدم خطة بيانات محدودة فتأكد من استخدام الواي فاي. يتلقى شاومي مي 9 الآن تحديث الميو آي 12.5 استنادا إلى أندرويد 11. تم تسمية التصميم الجديد بالشكل التالي، وكما ذكرنا سيتم طرح هذا الإصدار في وحدات المي 9 التي تم بيعها في الأسواق الأوروبية. تم تسمية التصميم مستقر، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن جميع وحدات المي 9 في البرية تحصل عليه الآن، لأن شاومي تحب أن يكون لها إصدار صغير جدا في البداية. إذا كان كل شيء جيدا فيجب أن يتبع ذلك طرح أوسع في الأسابيع القادمة. بالطبع إذا كان لديك مي 9 تم شراؤه من أوروبا فيمكنك دائما التحقق يدويا، ربما ستكون من بين المحظوظين. يأتي التحديث مع قوة عرض أكبر للنظام وتعديلات طراز الجهاز المخصصة التي يجب أن تؤدي إلى أن يصبح أي هاتف أسرع، وأشياء مثل ميو آي أصبح أخف وزنا وأسرع وأكثر متانة. لا تزال شركة سامسونج تسعى دائما لإيصال تحديث أندرويد 11 لأكبر عدد ممكن من أجهزتها القديمة، وأحدث هاتف ذكي يتم تكريمه بالبرنامج الجديد وهو جالكسي A10. وفقا لتقرير يتم طرح تحديث أندرويد 11 لA10 بالفعل في الهند، على الرغم من أن هذا قد يكون أمرا مرحليا كالمعتاد، مما يعني أنه قد يستغرق بضعة أيام أو أكثر حتى يظهر الإشعار على جميع الوحدات الموجودة في العالم. يحصل سامسونج جالكسي A10 على تحديث أندرويد 11 في الهند، يحمل التصميم الجديد للإسم التالي. وبغض النظر عن النتوء في إصدار أندرويد، فإنه يجلب معه أيضا واجهة الوان يو آي 3.1 من سامسونج،
ومستوى تصحيح الأمان في أغسطس 2021 نأمل أن تكون أجهزة جالكسي A10 التي تباع في البلدان والمناطق الأخرى هي التالية في الخط لتلقي هذا التحديث. تم إطلاق هذا الهاتف مرة أخرى في مارس 2019 مع أندرويد 9 باي، وتم تحديثه لاحقا إلى أندرويد 10، ويتلقى الآن ما يمكن أن يكون آخر تحديث رئيسي لنظام أندرويد على الإطلاق. أصدرت شركة سامسونج تحديث الوان يو آي 3.1 المستند إلى أندرويد 11 لهاتف جالكسي A20 في يونيو، وقد وصل الآن إلى الولايات المتحدة. البرنامج الثابت الجديد الذي يحمل رقم الإصدار التالي يتم طرحه حاليا لعملاء إكسفينيتي موبايل، ولكن لا ينبغي أن يمر وقت طويل قبل أن تلتقط المتغيرات الأخرى التحديث. يحصل سامسونج جالكسي A20 على تحديث الوان يو آي 3.1 المستند إلى أندرويد 11 في الولايات المتحدة. يأتي الإصدار الجديد مع تصحيح أمان أندرويد لشهر يوليو 2021، وإذا لم تكن قد تلقيت مطالبة بالتحديث بعد فيمكنك الانتقال إلى إعدادات جالكسي A20 قائمة تحديث البرامج للتحقق من التحديث. كان هذا الفيديو الخاص بآخر أخبار حول التحديثات. ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.